السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من بحري والأنفوشي والقلعة والممشى الجديد في اسكندرية. النهاردة شفنا مع بعض ايه اللي حصل في ممشى القلعة بعد اسبوع كده من ازالة الباكيات وازالة الاكشاك وازالة الباعة اللي كنا قاعدين على الممر بتاع القلعة. قلت بس ايه نصور كده من اول ايه بحر من بره كده وناخدها واحدة واحدة مع بعضينا لحد ما نوصل باب القلعة ان شاء الله. الجو جميل جدا النهاردة رائع الصراحة، الشمس هادية، شوية كده هواء خفيف، لكننا في الصيف لسه والله، يعني داخلين على شهر 11 اهوت، يعني نوفمبر بعد بكرة وداخلين ايه، داخلين لسه في الصيف. جو جميل جدا، بصوا شارع الكورنيش اسكندرية، كورنيش بحري جميل، ومراكب الصيد ومراكب الفسحة. أجمل منظر ممكن تشوفه في الدنيا كلها الصراحة، أنت كده لو ساكت في البحر كده في بلكونة على البحر دوت، تقوم الصبح كده تبص على المنظر، مدرسة ستين الثانوية ماشي، يعني عاملين دوشة فيها كده. هنخش بقى إيه على بحر على القلعة إن شاء الله، المدخل الجميل دوت من أشجار أشجار النخيل الجميلة والحناطير. الجو رائع يا جماعه والله، رائع جدا يعني. حناطير بحري تاخدها تفسح كده، تخش كده يوديك كده ايه كل الحاجات الاثريه في منطقه بحري وراس التين والانكوشي. الحصان الجميل دوت وري الحنطور، الحناطير والحسينة، كريتات بحر الجميلة. أنا بس بوريكم المنظر كده واحنا داخلين قبل ما نخش على الممشى ونخش على القلعة، بحيث يبقى ايه كده ايه عارفين احنا رايحين فين ان شاء الله. يعني بصوا هنا كانت الحته دي كان كلها تراب وردم كده وزلط وطوب، سفلتت سياح. بصوا المطلعيه ديت كانت عباره عن طوب كده وردم كده، وكانت وحشه جدا الصراحه، يعني كانت حاجه سيئه كده. بصوا اترصفت بقى واتظبطت، والرصيف هو اتبلط احمر والاصفر. بصوا المدخل بقى عامل ازاي، اللي افتكر كده من شهر كده لو جه هنا مش هيعرف المنطقه خالص. هنا دي كانت المنطقه ديت كان عباره عن ردم كده وتطلع كده ايه تعفر الشوز بتاعك. هنا برضو كان عملية كان فيها برضو حوش كده ردم اتعمل جراج. السور برضو اتوضب، السور ده كان متكسر كده وكان كله حجارة وكله بياعين، شالوا البياعين وشالوا الحجارة، والسور بصوا اتعمل بالرخام واللون الأصفر الجميل دوت بتاع لون المعابد الفرعونية. الممشى ده من شهر كده كان كله باكيات كده وبياعين وتشاك وحاجات كده غريبه كده كله تشال، بس سمع ان هم هيرجعوا، بس هيرجعوا بطريقه يعني ايه حديثه شويه او بطريقه منظمه زي ما عملوا كده في شارع نبي دانيال. شالوا البياعين بتوع الكتب وبرده رجعوا ايه رجعوا كده بطريقه جميله، يعني ان شاء الله يرجعوا ان شاء الله. بصوا حتى الورد اتعمل والزهور وزرع
العام بعيد اهيت، حته نظيفه جدا الصراحه. الممشى دوت بيقولوا هيفتح على 1/11 ان شاء الله. شايف عمليه تنظيف وعمليه حط دوت عندنا النور. البحر النهارده هادي جدا، جميل الصراحه. والطبيعه دي، ده الممشى الجديد دوت. هل بقى يكون بفلوس ولا مجانا؟ ده الله اعلم بقى. هل بقى اكيد يعني بنتكلم مليارات اكيد، ايه يبقى التذاكر يعني، بس ما اعرفش الصراحه لسه ايه هيكون مجانا ولا جوه هيكون فيه اصلا. ممكن يبقى جوه في كافيتريات، في كافيهات، ايه اللي هيكون بقى؟ هيبان ان شاء الله لاول الشهر. انا شايف اللي عمل هنا شغال جامد جدا، تنظيف وعربيات شفط الرمله والناس وبياض او دهان السور الاسود. بصوا الدهان ده كان كله كده، كان مصدي كده وكان شكله وحش. الطبيات البحيرة بتاعت طويباي فيها مراكب فسحة، بس برضو ايه تتفق مع المراكب دوت ياخد منك كام ايه عشان يفسحك يعني. شوف بس الصواريخ دي والحاجات اللي بيعملوا بيها جامدة صح؟ لسه في التوضيب. النهارده كام؟ 28 يعني 3 ايام على 11، ممكن يلحقوا يعني. عربيات النظافه ديت اللي بتشوط الرمله بالرسه الكهربائيه شغاله، بس البنتين ديت ده الممشى من بعيد. بصوا هنا كان في كده ردم كتير جدا، وكان في بلوكات وكان في كده دواسر، كله اتشال. حتى في فوق اتبلط بقى نضيف. دي توت توت العربيه بتاعت النظافه تشفط الرمله من الارض. بصوا حتى اللي هنا السور اتعمل فيها مدرجات، واتعمل فيه ورد وزهور وزرع كده، بقى جميل جدا الصراحه. اللون ده مع الوقت بقى هياخد لون الالعاب ان شاء الله يعني. الاصفر ده مع الشمس كده مع الوقت لونه كده هيفتح، هياخد لون الالعاب. الرصيف برضو البردولة اتعملت، الأسوار والإسكو دوت. هنخش جوه مسرح الحياة المائية كده، بس مش هنخش جوه، مش وقته النهاردة. مرة كده نخش جوه ونشوف السمك اللي فيه، هو الدخول ب 20 جنيه. ده مسرح الحياة المائية، في أسماك كتيرة جدا الصراحة وجميل. في أحوار سمك كده، في قرش وكابوريا وبولتي ودنيس ومرجان واسماك الزينه، في ترسه، وفي تاني جميع انواع السمك جوه الصراحه. الحياه المائيه اكواريوم اسكندريه، ده المدخل بتاعه، الدخول ب 20 جنيه. ده مدخل الحياه المائيه، الدخول ب 20 جنيه يا جماعه. المنظر بقى جميل ازاي؟
بروح الصراحه ونضيف، يا رب يبدا كده على طول كده ما يتلوثش تاني. حتى سالم ما تضيفه البحيره بتاعت القلعه مراكب الفسحة، تاخد لك جولة كده نص ساعة ربع ساعة، تتفق مع ايه؟ تتفق مع المراكب كده وتلف لفة كده بال جوه البحيرة ايه. قلعة الاسكندرية طبعا قطيباي، الدخول ب 60 جنيه و30 جنيه للطلبة ومجانا الناس الكبيرة. بص المنظر بقى رائع الصراحه، بعد ما شالوا الباكيات والاكشاك والاقفاص بقى حاجه جميله جدا الصراحه. دي الطبيعات ان شاء الله نخش، اول ما يفتح كده نيجي كده اول شهر ان شاء الله نخش نبص اللي بيحصل جوه قلعه قطيباي. السمك جميله، السور بعد ما الدهن، المراكب، هوريكم المنظر كده كله مره واحده ايه، بحيث ايه تعملوا مقارنه بينه وبين المنظر قبل شهر كده. لو انتوا كنتوا هنا شفتوا عندي على القناه قبل شهر كده المنظر كان مختلف جدا. والله بقت حاجة جميلة جدا الصراحة. بص العربية اللي جاية ديت عربية تشفط الرملة من الأرض وبتخش مية كمان، دي كنس كهربائي كده بحيث ايه تاخد الرملة من الأرض، بحيث رملة الأرض تبقى نضيفة جدا تبقى كده نضيفة تبقى يعني. بصوا العربية هوريكم بقى من قريب بتعمل ايه، فيها كده زي صندوق وفي كده ممكن زي مكنسة بالكهرباء كده بتشفط الرملة من الأرض وتطلعها في صندوق العربية ده. بصوا المكنسة بالكهرباء ديت، دي كنسة بترش رملة، مش رملة بترش مية وتحطها في الصندوق. بصوا حتى مكانها تلاقي ايه الدنيا مبلولة مكانها كده. يا رب تعمل اسكندرية بخير يا رب وسعادة يا رب كده. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد في يوم جديد في مكان جديد مع اي تطوير في اسكندرية واي تعديلات واي جمالات في اسكندرية. شكرا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.